وللحديث عن الاداء الاسواق الضمانيه السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه كيوتي. اهلا بك سيد رائد. انا عبد العزيز. بدايه، لماذا يدور الحديث عن ركود محتمل كنتيجه لتشديد النقد الذي حدث مؤخرا رغم الحديث عن خفض اسعار الفائده؟ ليس من الاولى انه يخفض التكاليف وبالتالي يزيد الاستهلاك؟ طبعا هذا الركود نحن كنا مخاوفه موجودة وبشكل كبير جدا، ولكن يعني هي بنتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي ذلك قد يضغط على الأعمال التجارية وعلى المؤسسات وعلى الأفراد كذلك الأمر فيما يتعلق بالاستهلاك، وكان هذا هو السبب الذي اتجه أو هي الأداة التي اعتمدتها البنوك المركزية لمجابهة التضخم المرتفع وضغط عملية ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ولكن الإفراط في عملية تجديد سياسة نقدية لابد أن يكون في آثار سلبية عليه، لكن يراهن الاقتصاد الأمريكي أو الفدرال الأمريكي على تحقيق ما يسمى بالسوفت لاندينج أو الهبوط الناعم، وبالتالي ذلك يتم فيه تجنب الآثار السلبية بشكل كبير لارتفاع أسعار الفوائد، ومن ثم ربما تجنب حدوث الركود الاقتصادي. حتى الآن الاقتصاد ريزيلينت، يعني عندنا بيانات قوية جدا في الاقتصاد الأمريكي تمنع من أنه نصل إلى مرحلة الركود بشكل كبير جدا، ولكن التحذيرات الأبرز كانت على ارتفاع في مستويات البطالة وربما ضعف بعض الشيء في سوق العمل يأتي بعده مباشرة تراجع في بعض القراءات، لكن الأسواق الأسهم خلينا نقول متفائلة بشكل كبير جدا تماما بعد أداء ممتاز جدا في العام 2023. نعم، كما تفضلت السيد رائد فيما يتعلق بنتائج الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، هل تدعم هذه الخيارات خفض الأسعار؟ هل بات خيار خفض أسعار الفائدة خيار أكيد؟ هل سيكون هناك خفض حاد كما تشير بعض التوقعات 6 مرات مثلا؟ هل هذا وارد؟ من الصعب جدا أن يكون هناك 6 مرات، ربما 3 مرات هي وفق الدوت بلوت أو التوقعات التي وضعها أعضاء الفدرال الأمريكي أنه يكون في عنا 3 مرات، وربما تبدأ عملية التقليص في النصف الثاني من العام الجديد 2024 حتى يكون هناك هذا الأداء الجراجول التدريجي حتى في ما يتعلق بقرارات تخفيض أسعار الفائدة والتجنب لأن يكون هناك خروج للتضخم مرة أخرى عن السيطرة. بالتالي هذه هي المعضلة، معضلة تحقيق التوازن التي يحاول الفدرال الأمريكي والبنوك المركزية تحقيقها دون الخروج في مستويات التضخم عن المستهدفات، وفي نفس الوقت التقليص نوعا ما من أسعار الفائدة لأنه يجب احتواء هذا التعافي الذي تم تحقيقه في الفترة الأخيرة. نعم، نلاحظ أن الذهب لا يزال يستفيد من أجواء أو التوقعات بخفض أسعار الفائدة ويقترب من مستويات 2100 دولار التي كان قد حققها. برأيك هل سنرى مستوى قياسي جديد قد يفوق أيضا 2200 دولار، عفوا 100 دولار؟ ما هو المستوى المستهدف القادم؟ ربما خطأ كان بمكانه. 2200 دولار هي مستويات مستهدفة للذهب حاليا، 2100 دولار كووتر مارك حققها أو كعلامة وصل إليها الذهب نراها قريبة جدا، والأسواق تحاول تسعر هذا الأمر بشكل كبير جدا. الذهب يستفيد من العديد من العوامل الرئيسية، ضعف الدولار الأمريكي عند مستويات 101 تقريبا وفاصلة 50 هو أدنى مستوياته في 5 أشهر، إضافة لذلك توجهنا إلى أسعار فائدة أقل، يعني دولار أمريكي أقل، وبالتالي ارتفاع في أسعار السلع، خصوصا أنه أداء السلع بشكل عام كان سلبيا نوعا ما في العام القادم الماضي، ربما الذهب هو كان الاستثناء في هذه القاعدة، وبالتالي ضغط أكبر في الاتجاه الصاعد متوقع خلال الربع الأول من العام الحالي. سريعا فيما يتعلق بأسواق النفط، هل هذا الأداء مرتبط بالتوترات أم العرض والطلب والإجراءات الصينية؟ بلا شك يوجد هناك ارتباط بالتوترات الجيوسياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدعم ارتفاعات، ولكن العامل الأبرز هو عودة الاقتصاد الصيني للأداء الإيجابي، ربما تحفز الطلب بشكل أكبر، وهذا ما سيدعم أسعار النفط في بداية تعاملات هذا العام. نعم، إذن سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كيوتي كنت معنا، شكرا لك.